حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. لأول مرة إيداع موظف حكومي السجن بتهمة الاختلاس. امتلاء 16 مقبرة للحوثيين في صنعاء خلال أشهر. المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث عن حل شامل للأزمة. والشرطة البريطانية تدعو إلى التماسك عشية حملة عاقب مسلمة. أهلا بكم. ثلاث قصص خبرية وردت في الموقع بوست، جميعها تتحدث عن وضع معتقلين لدى ميليشيا الحوثي وكيف أصبحوا، والبداية من قصة الناشط جمال المعمري وما تعرض له بعد اختطافه لأكثر من عامين في صنعاء. يقول الموقع الذي نشر صور المفرج عنه: الميليشيا أفرجت عن المعمري بعد إصابته بشلل تام جراء تعرضه للتعذيب الشديد. وأظهرت الصور الشاب جمال وهو عاجز تماما عن الحركة ومصاب بشلل كامل. أما القصة الأخرى للمعتقل عبد العزيز أحمد الحكمي الذي تفاجأت أسرته عندما ذهبت لزيارته، ولكن وجدته محمولا على كرسي متحرك وعاجزا لا يستطيع الحراك ولا يقوى على المشي. تم اختطاف عبد العزيز قبل عامين من الصيدلية التي يبيع فيها الدواء للمرضى، ووفقا لأمهات المختطفين فقد تعرض للتعذيب الشديد في ظروف سيئة ضاعفت من معاناته. ولفقت له جماعة الحوثي تهما باطلة لتحاكمه هو و35 مختطفا محاكمة هزلية غير قانونية. أما المعتقل الثالث فلم يخرج معاقا بل تم الإفراج عنه، وبعدها كان في طريق عودته إلى البيت بعد إطلاق سراحه عندما أطلقت عليه ميليشيا الحوثي النار فأردته قتيلا دون سبب. وقال الناشط مجاهد السلالي إن ميليشيا الحوثي قتلت ابن عمه أحمد قرموش السلالي بعد أن اعتقلته لمدة 10 أيام، ثم أفرجت عنه لتغتاله عناصر الميليشيا المتمركزة في مفرق آل السلال بمحافظة البيضاء. فقدت تعز واليمن واحدا من أكثر الأصوات اعتدالا، وهو الداعية الشاب والكاتب عمر دوكم الذي توفي أمس متأثرا بجراحه إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرا. وقد عنون موقع المصدر أونلاين: ظل يردد في أكثر من مقال: أحب اليمنيين جميعا، دوكم الضوء الذي انطفأ. وقال الموقع: عمر لم يكن مجرد خطيب تقليدي يعتلي منبر الجامع ليتلو على مسامع جمهوره خطبا معلبة، بل كان شابا طامحا متنورا مسكونا بحب اليمن ومتشربا قيم الدولة المدنية. وأضاف التقرير: عمر قضى حياته يكتب ويخطب عن هموم اليمنيين وأحلامهم وطموحاتهم، وكان واضحا وصريحا في تشخيصه للمشكلات الوطنية. وتابع الموقع: استقر عمر دوكم خطيبا لجامع العيسائي وهو واحد من أكبر الجوامع في مدينة تعز، وكان له حضور غير عادي بما حمله من خطاب جديد ومختلف حسب شهادة كثير ممن استمعوا لخطبه الدينية. ويضيف: شكلت وفاة دوكم صدمة كبيرة لليمنيين في مدينة تعز أو من الذين عرفوه عن قرب، وشبهوا رحيله بالضوء الذي انطفأ وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرداب عزاء. أعاد موقع المصدر أونلاين نشر مقتطفات من مقال قديم كتبه عمر دوكم الذي توفي أمس على إثر جراحه الناجمة عن محاولة اغتيال. وقال دوكم في جزء من المقال: أعلنها كيمني ثائر ينتمي للحادي عشر من فبراير أني أحب اليمنيين جميعا بلا استثناء بجميع طوائفهم ومذاهبهم وأديانهم بمختلف أحزابهم ومجتمعاتهم ومناطقهم وأيديولوجياتهم، الناصريين والاشتراكيين والإصلاحيين والمؤتمريين، السلفيين والإخوان، والبهرة واليهود، أصحاب مطلع وأصحاب منزل، الشماليين والجنوبيين، الزيود والشوافع، اليساريين والليبراليين والعلمانيين والإسلاميين، الجميع بلا استثناء. فقط نوع واحد أستثنيه وأرفضه، وأرفض معه كل من يقف وراءه أو يدعمه بالقول أو القلب أو الفعل أيا كان ومن أي كان. أرفض كل من يتنكر للقيم المدنية التي ضحى اليمنيون لأجلها بالنفس والنفيس منذ ثورتهم الدستورية 17 من فبراير عام 1948 وحتى ثورة 11 من فبراير 2011. أرفض كل من اتخذ الإقصاء له منهجا والعنف شريعة والسلاح أسلوبا لفرض قناعاته وخياراته على اليمنيين. الدولة المدنية التي خرج الشباب لأجلها تسع الجميع، لكنها بطبيعتها ضدا لكل عقيدة عنصرية، وهذا أمر منطقي تماما
إذ إن من بديهيات الدولة المدنية المواطنة، وهذه تتناقض تماما مع الاستبداد أيا كانت لافتته. إذا تحرك أي مكون من المكونات الوطنية خارج إطار الدولة فهو يحكم على نفسه بأن يكون حوثيا بطريقة أو بأخرى، إذ إن اختلافنا الرئيسي مع الحوثي هو روح العصبيات وقطاع الطرق التي تحكم طريقة تفكيره وسلوكه السياسي. التحرك خارج إطار الدولة واستخدام العنف والقوة وسيلة وأسلوبا للسطو على إدارة الشعب وثرواته، الكفر بالدولة المدنية والتصرف بمنطق الميليشيا، تقويضه عن سبق إصرار وترصد لكل أشكال العمل السياسي، ومحاولته جر الجميع إلى مربعات الفوضى وفقه الغلبة بمنطق عبس وذبيان. أبرز عنوان ورد في موقع عدن تايم: لأول مرة إيداع موظف حكومي السجن بتهمة الاختلاس. وقال الموقع أن قوة أمنية بمحافظة لحج ألقت القبض على محصل سابق لضريبة القات وأودعته أحد السجون الاحتياطية بالمحافظة. ووجه المحافظ اللواء أحمد التركي بضبط المحصل عقب تهربه من استدعاءات الحضور التي وجهت له للمثول أمام الجهات المختصة للتحقيق معه في اختلاسات مالية لإيرادات ضريبة القات والتي كان مكلفا بتحصيلها ولم يقم بتوريدها. وقال الموقع: قوبلت هذه الخطوة بارتياح شعبي واسع مؤيد لذلك، ومطالبة في الوقت نفسه قيادة السلطة المحلية في المحافظة بتوسيع العملية لتشمل جميع الفاسدين. ويعلق الموقع: تعد عملية الضبط هذه الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة. أعلن قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهوري بتعز أنه سيغلق أبوابه أمام المرضى ابتداء من اليوم. وقال مدير المركز الدكتور عصام دحان في تصريح خاص للمشاهد إن القسم سيغلق أبوابه ابتداء من اليوم، وأضاف أنه لن يتمكن من مواصلة عمله بسبب نفاذ كافة مواد الغسيل الكلوي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستجب للمناشدات التي أطلقها القسم والمرضى الذين يتعالجون فيه. ولفت دحان إلى أن إغلاق المركز يهدد حياة أكثر من 100 مريض بالموت. في الشأن المحلي، كتبت هويدا اليوسفي في صحيفة العرب الجديد مقالا عن الأسرة اليمنية في زمن الحرب، جاء فيه: منذ دارت روح الحرب العبثية في اليمن تغير حال اليمنيين من سيء إلى أسوأ، فقد وقعوا أسرى ثالوث الحرب والجوع والمرض. حرب أكلت الأخضر واليابس لم يشهدوا مثلها من قبل، بل هي حروب شنت على الشعب اليمني، وأخرى أهلية بين اليمنيين أنفسهم يذوقون ويلاتها كل يوم. أثرت الحرب على غالبية الشعب من جميع المستويات، أهمها المستوى الاقتصادي الذي أثر على المستويات الأخرى النفسي والصحي والاجتماعي. أصبحت ملايين الأسر من ذوي الدخل المحدود تحت خط الفقر، لا يستطيعون توفير مصروفهم اليومي، ما اضطر كثيرين منهم إلى بيع مدخراتهم ثم ضرورياتهم ليواجهوا متطلبات الحد الأدنى من الحياة. ووقع على المرأة والطفل العبء الأعظم، فهما الرقم الأكبر في ضحايا الحروب. تعددت أعمال المرأة بين إعداد المعجنات والحلويات أو تجهيز العرائس بمتطلباتهن من خياطة ونقش، فلم تعد تجدي إلا أمثال هذه الأعمال المنزلية التي يمكن أن توفر للأسرة دخلا يوميا. وتقلص دور الرجل تقلصا ملحوظا، إذ أثرت الحرب عليه من ناحية وأثر فقدان العمل عليه من ناحية أخرى، فتدهورت حالته الاقتصادية والنفسية، وانتشرت في صفوف بعض الرجال اضطرابات نفسية نتيجة الخوف الشديد على أبنائهم. دارت طاحونة الحرب التي لا ترحم، فطحنت اليمنيين الأبرياء طحنا، ارتفعت الأصوات المطالبة بتوقيفها والمنذرة بخطورة الوضع، فهل من مجيب أو هل من عاقل يدرك فداحة المأساة؟ حولت جماعة الحوثي الحدائق الصغيرة وأراضي الوقف والمتنازع عليها إلى مقابر لقتلاها بعد أن أوشكت 16 مقبرة تم إنشاؤها خلال فترة الحرب على الامتلاء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. ويعنون موقع يمن مونيتور: امتلاء 16 مقبرة للحوثيين في صنعاء خلال أشهر يكشف حجم خسائر الجماعة. وقال عبد الله يحيى وهو مسؤول في إحدى المقابر الحديثة التي امتلأت بسرعة، قال للموقع إن مقابر الجماعة بما فيها الجديدة تكاد تكون شبه ممتلئة ولم يمضي عليها سوى بضعة أشهر تقريبا. وقال موضحا وهو يشير إلى مقبرة مترامية الأطراف في حي الجراف: تم تخصيص هذه المساحة الشاسعة من الأرض كمقابر جماعية بعد أن كانت ملكا لمغتربين.
وهناك إشكاليات على المقبرة التي تقع أمام مدرسة الكبسي. يضيف الموقع: بدأ انتشار المقابر الملونة بالأخضر بشكل ملفت في أحياء ومديرية صنعاء، ويتم افتتاحها بشكل رسمي والاحتفاء بها عبر طلائها بين الفترة والأخرى، ويدعى ذلك إلى استبدال المتنفسات الخاصة بالعوائل على أطراف صنعاء إلى مقابر للموت. إذا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. قتل مباشر للأطفال بالتجنيد أو القصف أو القنص، ومن نجا من قناصات الميليشيا زرعت له الألغام في دروب المدرسة. أشعر من الألغام هذا. ومن وصل لمدرسته وجد مناهج محرفة تصنع العبيد، أو منشآت تعليمية صارت أطلالا. التعليم درب الخلاص، لهذا يستهدفون. مجددا أهلا بكم. تحدثت مصادر دبلوماسية عن تطلع المبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن جريفيث إلى إنجاح اتفاق شامل لحل الأزمة اليمنية. وأكد السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية، أكد أن جريفيث أظهر سعيا جديا إلى تحقيق تسوية للأزمة اليمنية في أسرع وقت ممكن. وقال ديدوشكين طبقا لما أوردته الوكالة وأعادت صحيفة الشرق الأوسط نشره: التقيت مبعوث الأمم المتحدة الخاص في الرياض وأقيم سعيه إلى تسوية الأزمة اليمنية بالجدي بما فيه الكفاية. إنه يحدد التوصل إلى التسوية في أسرع وقت هدفا له، خدمة لمصالح جميع الأطراف المعنية، بغية التوصل إلى اتفاق شامل مستقبلا. وأضاف السفير الروسي أنه من المتوقع أن يعقد جريفيث في أبريل الجاري مؤتمرا في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، يقدم خلاله تقييماته الأولى لإمكانية إيجاد حل للأزمة، وسيعرض خريطة الطريق. وقالت الشرق الأوسط إنه من غير المؤكد ما إذا كانت الأطراف اليمنية ستوافق على خريطة الطريق التي سيقترحها جريفيث من دون تحفظات، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار ما اعتاد عليه الجانب الحوثي الانقلابي خلال المساعي الأممية السابقة من تعنت وانقلاب على التفاهمات. في جولتنا بين الصحف الفرنسية وفي ترجمة خاصة لصحيفة تشالنج الفرنسية تعنون: مقتل 12 مدنيا في غارة جوية في الحديدة باليمن. قال أطباء وشهود إن 12 مدنيا بينهم 7 أطفال لقوا حتفهم يوم الاثنين في غارة جوية للتحالف العربي على مدينة الحديدة اليمنية، وجميعهم أعضاء في نفس العائلة. تضيف الصحيفة: دمرت الغارة الجوية منزلا في حي الهالي حيث استقر المدنيون النازحون بسبب القتال في مناطق أخرى. وتقول الصحيفة الفرنسية: دخل تحالف من العرب بقيادة السعودية الحرب في عام 2015 ضد ميليشيا الحوثية المقربة من إيران بهدف إعادة حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وتتابع: قام التحالف العربي بقيادة السعودية بآلاف الغارات الجوية، وكثيرا ما يحصل القصف في مناطق مدنية لكنها تنفي حصوله بالعمد. إذا أيا تكن نياتها، إيران المخرب الأبرز في المنطقة. تحت هذا العنوان كتب مصطفى كركوتي مقاله المنشور في جريدة الحياة، مضيفا في جزء من المقال: ستواصل إيران ادعاءها أن سياستها الإقليمية في الشرق الأوسط بناءة لا تهدف إلا لتحقيق الرخاء والاستقرار والسلام لشعوب الإقليم، وفقا لكلام ما فتئ يتكرر على لسان مسؤولين كثيرين في طهران. لكن واقع الحال يؤكد أن إيران تفعل العكس تماما، سواء في سوريا أو العراق أو لبنان أو فلسطين أو اليمن، الخاصرة الرخوة للسعودية وعرب الخليج. مآل سياسة طهران في هذه الدول وبفترات متفاوتة منذ 2012 وقبل زمن طويل من ولادة داعش لا سيما في ساحة سوريا، هو دافع المنطقة نحو هاوية مميتة ووضح أن هدفها الآني
هو نشر الفوضى من خلال قوى تابعة لها، سواء كانت ميليشيا حزب الله في لبنان والحشد في العراق وحوثي اليمن. حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من تخريب إيران في المنطقة وإجبارها على تغيير مسار هذه السياسات. وإذا كان الرئيس دونالد ترامب جاداً في مواجهة طهران، عليه أن يركز على هذا الأمر بدلاً من التصعيد بشأن الملف النووي. يبلغ عدد المسلمين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة نحو 2,800,000، لكنهم اليوم يعيشون ظرفاً استثنائياً، حيث وزعت رسائل تهديد لهم. وعنونت صحيفة القدس العربي: الشرطة البريطانية تدعو إلى التماسك عشية حملة عاقب مسلمة. وقالت الصحيفة إن الشرطة البريطانية دعت مسلمي البلاد إلى التماسك وممارسة حياتهم بشكل طبيعي عشية دعوات أطلقها متطرفون بتنفيذ اعتداءات بحق المسلمين. وقالت الشرطة في بيان لها إنها لم تتلقى معلومات موثقة محددة بإمكانية حدوث جرائم تستهدف المسلمين في اليوم المحدد للحملة، اليوم الثلاثاء. ونصحت الشرطة المسلمين بإظهار التماسك والوحدة في وجه أي تهديدات محتملة. والشهر الماضي وصلت رسائل بريدية لعدد من المنازل في مختلف المدن البريطانية تحمل عنوان عاقب مسلمة، تعتبر المسلمين عنصر تهديد. وقالت الشرطة في بيانها: تلك الرسائل تهدف إلى بث الخوف وعدم الثقة بين مجتمعاتنا وإثارة الانقسام بيننا، لذلك فإن الرد الأمثل على مثل تلك الكراهية هو أن نظهر الدعم لبعضنا البعض. استعدت الولايات المتحدة الأمريكية جيداً لسيناريو ما يعرف بيوم القيامة إذا ما قررت روسيا إطلاق صاروخ بعيد المدى مثل الشيطان 2، أو استهدفت كوريا الشمالية فجأة ما قرى الترسانة النووية الأمريكية. وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن طائرة مجهزة بشكل خاص تعرف باسم يوم القيامة ستنطلق فوراً، وعلى متنها قائد بارز بالجيش مخول بالرد على الهجوم النووي ليهرب من ضربة مباشرة على القاعدة والبقاء على قيد الحياة لتقديم المشورة للرئيس. وأبلغ قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية جون هايتن الشبكة بأن لديه دقائق معدودة للصعود إلى الطائرة قبل إقلاعها إلى مسافة آمنة، مضيفا أنه يمكنه عبر شاشات داخل الطائرة متابعة موقع الرئيس ونائب الرئيس ووزيري الدفاع والخارجية والنائب العام. وأوضح تقرير مصور للشبكة اللوحة التي يمكن من خلالها إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات من أماكنها تحت الأرض، وعبر هوائي سري موجود في مؤخرة الطائرة يمكن لغواصات مختبئة في أعماق المحيطات أن تتلقى أيضا أوامر بإطلاق صواريخها. واختتمت CNN تقريرها بالتأكيد على أنه على الرغم من أن الصواريخ الكورية الشمالية والروسية تشكل مصدر قلق كبير، فإن هذا هو مركز الجهود العسكرية للبقاء بعيدا عن الحرب. جولتنا المصورة لهذا اليوم نطالع فيها أحداث الهند من خلال الصور التي وثقها مصوري صحيفة هندوستان، والتي تسرد تفاصيل أحداث أسبوع كامل. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.